مبادرة تحدي عبور مصر، قلت حضراتكم هنحاول نجيب على السؤال ده، بس قبل ما نتطرق للمبادرة عايز اقول لكم ان احنا في اشد الاحتياج في مصر لكل المبادرات دلوقتي. كل مبادرة او كل نداء مهما كان حضراتكم ممكن تشوفوه قد كده، فالدنيا بتتبني بحاجات كتيرة قد كده فوق بعضيها تقدر تتحول لشيء كبير، وبلدنا مش هتنهض الا بالتفكير خارج الصندوق في اي حاجة، في الدعاية، في التشغيل، في التوظيف. الفكر المحدود دايما، المثال اللي بعيده لحضراتكم دائما اللي هو بخصوص اللي قاله أستاذ الجامعة مرة في مدرج، وكنت واحد من هؤلاء الطلبة، اعمل لي 9 مثلثات من هذا المربع، المربع ما يعملش غير 8 مثلثات، دفعة 2000-3000 واحد قاعدين، وبعدين نكتشف انك هو قالك اعمل لي من المربع مش جوه المربع، فممكن يقوم شادد خطه ويعمل مثلث بره المربع بقى 9. هو ده اللي هيغير بلدنا لقدام. ايه حكاية تحدي عبور مصر؟ بدعوكم للترحيب بالاستاذة منى المدني، اهلا وسهلا بيكي، والاستاذ احمد الزغبي، استاذ محمد الشربيني، اهلا بيكم ومنورنا. ابدأ باستاذة منى، ايه حكاية مبادرة تحدي عبور مصر؟ احنا مجموعة شباب هنبقى تقريبا 16 مصريين واجانب، هنسافر من اسكندرية لغاية ابو سمبل 1700 كيلو، بالفيسبا، درجات بخارية اسمها سكوتر بالانجليزي، عشان ننشط السياحة في مصر. هاي. مصر جميلة، شواطئنا جميلة، الصحراء بتاعتنا تحفة، عندنا معالم جميلة جدا، عايزين نشارك الموضوع ده مع الدنيا كلها. فهنروح لكل المعالم اللي موجودة في مصر الجميلة، وبرضه في نفس الوقت نتعامل مع المصريين، نوري مصر والمصريين انها جميله لكل العالم. استاذ احمد، مين صاحب الفكره او المبادره؟ والله هو ما فيش صاحب للفكره، هي بدات كانت قاعده يوم جمعه، محمد كان اقترح ان احنا نطلع بالفيسبا شرم الشيخ. احنا كنا بقالنا فتره بنركب فيسبا، ركننا عربياتنا عشان الزحمه، وكل واحد اشترى فيسبا صغيره كده وبنتحرك بالفيسبا، بنروح الشغل، بننزل مشاورنا اليوميه. بعدين يوم جمعه محمد قال ما تيجي نطلع شرم الشيخ بالفيسبا، قلت له ليه لا. يومين والفكره دي اتطورت، قلت له طب بدل شرم الشيخ طب ما تيجي نمدها شويه ننزل الاقصر، الاقصر دي بقت اسوان، بقت ابو سمبل، وقلنا نعمل حاجه كبيره نعرف الناس كلها ان مصر بامان، ما فيهاش خطر زي ما الاعلام بيصورها بره، ونعمل مبادره نعرف العالم عليها كلها ونوري كل الحتت اللي في مصر. فاتطورت لكده، قررنا ان احنا نقف في 9 اماكن مختلفه في مصر، وهي دي الفكره بدات كده. وعلى ذكر الافكار الجميله، قبل ما اروح لاستاذ محمد الشربيني، وسام ابراهيم بعد بيقول عمال هيئه النقل العام لو خايفين على مصلحه البلد دي كانوا قسموا نفسهم لفريقين، فريق يشتغل وفريق يعتصم ويطالب بالحقوق عشان البلد تمشي. هو ايام المخلوق كان حد يقدر يعتصم؟ كان في ناس بتعتصم، و3 سنين الاخيره شهدت اعتصامات، ولكن الفكره كمان كويسه، تؤكد على عمق الانتماء وفي نفس الوقت تؤكد على الاصرار على تحقيق المطالب. استاذ محمد، ليه اخترتوا الفيسبا؟ انتوا استخدمتوها ليه؟ هل ليها سبب في وسيله الدعايه؟ لا، ما هي مالهاش سبب معين، هي الفيسبا حاجه موتور صغير، وسيله مواصلات سهله، اي حد يقدر يسوقها، ولد او بنت، بتتحرك بمنتهى السهوله في وسط الاماكن الضيقه بين العربيات وفي الزحمه. هي الزحمه مش بتخف في اسكندريه بعد ما المصطفين بيروحوا؟ العدد بتاع الناس زاد، يعني الزحمه بقت زياده عن اللزوم داخل المدينه. الطرق صغيره، اسكندريه ما فيهاش امتداد لطرق زي ما القاهره بتتعمل او المدن الكبيره بتتعمل، فالزحمه بقت في اسكندريه شيء خيالي يعني. طب ما فكرتوش ليه يعني داخل اسكندريه بعيدا عن المبادره ان يكون الانتقال بالعجل، والعجل هو سهل؟ احنا بنركب عجل برضو، بس مش كل الناس برضو تقدر تروح شغلها بالعجله. هيروح متفرهد يعني، هيروح تعبان. انما بالسكوتر هي نفس مقاس العجله، بتاخد بنزين شويه صغيرين، ما بتلوثش بيئه، بتقدر تتحرك بسهوله في وسائل المواصلات في جوه البلد يعني. الاجانب المشاركين مين يا منى؟ عندنا من المكسيك، ومن اليونان، ومن امريكا. دول جم ازاي بقى؟ ابلكيشن على الويب سايت، يا جماعه احنا عايزينكم تعالوا شاركونا، تعالوا مصر وشاركونا المبادره. فكل واحد عمل ابلكيشن واحنا جبنا اللي ينفع يجوا يعني. والابلكيشن دي انتوا عملتوا صفحه بخصوص الموضوع على فيسبوك؟ عندنا صفحه على الفيسبوك، وعندنا على تويتر، في اللي لاقونا على تويتر، في اللي لاقونا على الفيسبوك، وفي
اللي دوروا كانوا بيشتروا سكوتر ولا حاجة لقوا الويب سايت بتاعنا فدخلوا على الويب سايت. العنوان ايه على الفيسبوك او على تويتر؟ Cross Egypt Challenge على فيسبوك و Cross Egypt على تويتر. طب ما تحاولوا نخليها عربي شوية عشان الناس تقدر توصلها بسهولة. ده مجرد اقتراح، الخيار ليكم. احنا بدأنا الحملة الإعلامية في الأول كانت عربي وإنجليزي بس عشان احنا كان هدفنا الأساسي نعرف العالم برا مصر ان مصر حلوة، فقلبنا كله إنجليزي لان لقينا ان احنا التارجت بتاعنا برا مصر مش فاهمين اللغة العربية اللي احنا بنكتب بيها. فعشان كده بقى الحملة كلها بالإنجليزي. صح. فهو عشان نوصل للناس اللي برا مصر، هم دول هدفنا في الأول وفي الآخر ان هم ييجوا يزوروا مصر. طب ما نخلي جزء عربي للعرب يعني للي هنا، وكمان خلي بالك احنا السياحة العربية جزء مهم من بالزبط. من السياحة بالزبط. اللي بتزورنا والحال انت فاهم الوضع مش قد كده. محمد نور، اعتقد استاذ احمد جاوبك على سؤالك لما بتقول بس هي ليه الفكرة حلوة بس ايه الهدف من كده؟ الهدف من كده ببساطة هو السياحة المصرية. الحكاية استاذ محمد تحت رعاية وزارة السياحة ولا مفيش؟ تحت رعاية وزارة السياحة وتحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، واللي يقدر يتكلم عن كده برضو اكتر مني احمد الزوق. هم انضموا ليكم بعد كده يا احمد؟ احنا بدأنا الحملة بمجهودات فردية احنا كافراد، وبعد كده خطبنا هيئة تنشيط السياحة وخطبنا وزارة السياحة وهم رحبوا جدا بالفكرة، وحتى سيادة الوزير رحب بالفكرة، ودلوقتي بقينا مدعومين منهم. الدعم، في دعم بقى مادي من اي جهات رعاة؟ احنا بنتكلم في دعم معنوي مش دعم مادي. لا ليه الدعم المادي مش عرام؟ يعني هي ظروف البلد للأسف الفترة اللي فاتت دي صعبة جدا، فكل الرعاة اللي هم بيحبوا يصرفوا فلوس في الحاجات الإعلانية كله ماسك إيده في الميزانيات قوي. الحمد لله وربنا وفقنا إلى دعم جزئي مادي للمبادرة، لكن برضو هو أفراد الفريق هم اللي دافعين معظم التكاليف من جيبهم. ولكن بيقولوا يا منى أن في الفترات الصعبة مصاريف الدعاية والإعلام بتزيد، يعني العكس، يعني لما بتكون في ظروف قلاقل وكده بيبقى الاتجاه للإعلان أكتر من الاتجاه في الأوقات العادية، ده صح ولا ما لقيتهوش كده؟ أنا مش سؤال يعني إن لما يكون في مثلا فترات قلاقل زي اللي في مصر دلوقتي فالمنتجات بتتسارع أكتر على البيع لأن الحصة يعني إذا كان قل الشراء او قل مستوى الشراء فاصبح الصراع اكبر على العميل، فالناس بتزود التارجت بتاع الصرف بتاعها لمستوى اعلى. بس هي المشكله ان احنا على اخر السنه تقريبا، احنا في اخر كوارتر للسنه، فتقريبا كلهم الميزانيه مديه مش قادرين، فهم عايزين يساعدونا بس هم مش قادرين. استاذ محمد، مطالبكم ايه من الحكومه والاعلام لانجاح المبادره؟ الدعم المعنوي، ندعم ان احنا نستعرف احنا بنعمل ايه، احنا بنحاول نعمل حاجه لمصر كويسه. عايزين الناس تساعدنا في ان احنا نعرف الناس بره ان بلدنا جميله. المشوار طويل، 1600 كيلو، 1700 كيلو، 1700 كيلو دي مش محتاج امن. دايما بنشوف الرحلات اللي زي كده بيكون وراها مثلا عربيه شرطة او حد بيرافقها وحاجة كده، مش هاهم. كل ده مترتب عن طريق هيئة تنشيط السياحة، يعني احنا خاطبنا الجهات الرسمية وزارة الدفاع والامن القومي والامن الوطني وزارة الداخلية وشرطة السياحة، وهم قالوا ان هيبقى الطريق فيه تأمين. نتمنى ان ما يحصلش اي معاكسات في الطريق، زي ما انت قلت الطريق طويل، 9 ايام في طرق مقطوعة في الصحراء على ما نوصل نقطة الوصول بتاعتنا عند ابو سمبل، فان شاء الله هيبقى في تأمين. منى قولي لي بالنسبة ل16 واحد الرقم مش ممكن يبقى 160؟ مش ممكن يبقى 1600؟ يعني هو ممكن بس يعني عشان احنا دلوقتي ناس مسافرين 1700 كيلو اوكي، عايزين الموضوع يبقى نقدر نلمه. غير كده احنا دلوقتي كموتوسيكلات نقدر نقسمنا 8 و8، فده بيخلي ان ممكن مجموعه كبيره، هي 16 مش قليلين، مجموعه كبيره، بس في نفس الوقت نقدر نكنترول عليهم. طب كنترول في ايه؟ طب منضمين، وكل ما زاد الزخم بالذات لو كان في جنسيات مختلفه بتزيد المتابعه والحكايه اللي ب 16 غير اللي باكتر. اكيد، بس يعني ما قدرناش نعمل اكتر من 16. غير كده هيئه تنشيط السياحه عايزه برضو تخلي الموضوع
under control. فunder control 16 رقم كويس جدا من ضمنهم مصريين واجانب. يقصدوا ايه بأندر كنترول يا استاذ محمد؟ للسيطره القياده نفسها للامانه القيادين الدراجه نفسها على الطريق. فاحنا بنقسم نفسنا مجموعتين ما نقدرش نمشي باكتر من كده. يعني هتبقى تحت غير تحت مش تحت السيطره. مش هنقدر نسيطر على المجموعه كلها على الطريق نفسها كامان وكقياده. تاريخ الوصول لمعبد ابو سمبل هيكون امتى؟ يوم 22 اكتوبر. يوم تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. ده بيحصل مره واحده كل سنه. وبيجي له ناس من كل انحاء العالم. ده تاريخ مهم قوي في مصر. تاريخ مهم قوي في مصر ومحتاجين ان احنا نستغله بالشكل الامثل. الدماغ فيها افكار تانية يا استاذ احمد؟ في افكار كتير. بتفكروا في ايه بقى؟ قول لي. احنا بنفكر ان ده ممكن يبقى حدث سنوي. يعني ده كمستقبلا. لكن لو هتكلم على اللي بيحصل السنه دي، ده حدث فريد، ده اول مره حد يعمله في الشرق الاوسط ان احنا يعمل مغامره زي دي. دايما كنا نسمع ان الناس بتعملها بعربيات كبيره او موتوسيكلات، حاجات مجهزه، لكن عمر ما حد فكر يعملها بالموتور الصغير ده بفيسبا قد كده. فهو ده سر التحدي نفسه. لكن في افكار كتير للمراحل المستقبليه ممكن هنعملها في خلال العالم العربي كله. يعني لسه في افكار مشتته هتترتب بعد ما ننجح في ده. بعد ما ننجح في ده. طب النهارده لو في ناس عايزه تبعت لكم الافكار وتشارك سواء بالنسبه للموضوع ده او لموضوعات تانية، مبادره يكون العديد من المبادرات الاخرى، نعمل ايه بقى؟ هو يقدر يشاركونا في الرايد بتاعت يوم 14 15. عندنا من يوم 14 من اسكندريه للقاهره. ومن ويوم 15 من القاهره للسويس. من القاهره للسويس. ده ترويجي للي عاوزين يركبوا معانا. اوكي. بعد كده بقى احنا لو جينا سالمين ان شاء الله باذن الله. اوكي. احنا ما عندناش اي مشاكل ان احنا نسمع افكار التانيين، نشارك مع الناس التانيين. احنا بنعمل كل ده لمصر. فاللي عايز يساعد مصر يحط ايده في ايدنا وممكن نعمل حاجه مع بعض ان شاء الله. استاذ محمد، اللي عايز يساعد مصر يقول لها ايه؟ تقول له ايه دلوقتي؟ في اي حاجه مش في السياحه. نتخيل النهارده لو قاعد هتقول لهم ايه؟ نقول كفايه بقى المطالب العشوائيه اللي بتحصل زي اضرابات النقل العام اللي احنا لسه سامعين عنها من شويه، كل الحاجات اللي بتحصل دي. وخلينا نفوق نشتغل، خلينا نفوق نشوف مصر عايزه ايه. مش احنا اللي عايزين ايه. احمد ابو ضيف بيقول الاضرابات والمطالب الفئويه هي اكبر خطر على مصر بعد تحذير رئيس البنك المركزي من بلوغ الدين الخارجي والمحلي مرحله الخطر. المرحله القادمه ثوره الجياع. ايه ردك يا احمد؟ بص، مصر في المرحله دي محتاجه ان احنا نبنيها. يمكن احنا كمجموعه شباب مركزين في قطاع السياحه، بس في قطاعات كتير محتاجه تتبنى. لو كل واحد عنده مبادره او فكره او حاجه صغيره او في شغله يقدر يركز فيه، اعتقد ان احنا كل واحد مع بعض كده هنقدر نبني مصر تاني. الاضرابات والحاجات دي نتيجه سنين كتيره من التعسف والظلم والحاجات الغلط. فالناس دي مفهوم هي بتعمل كده ليه، بس لازم برضو هم يحكموا عقلهم ان في وقت اطلب فيه، وقت ابني فيه. اعتقد ان احنا الوقت ده بتاع البنى، وبعد كده نشوف كل واحد محتاج ايه. احمد عبد اللطيف بيسال، بيقول عايز اسالك سؤال. واقفه يا معتز البلد، واقفه بسبب النقل العام، ماذا لو اعتصم عمال المترو والسكك الحديديه؟ بالله عليك رد يا رب نعمل حساب. طبعا الموضوع هيكون اصعب من كده. وامبارح تساءلت، كان معانا السيد الوزير على التليفون، وبعدين لما قال احنا مش هنتناقش لان هم كانوا قايلين هنفك الاضراب الا لما يفكوا الاضراب بالفعل، وسالته ان اللي تايه في الموضوع هو المواطن مش اي حد تاني. يعني هنا اصرار وهنا اصرار، طب المواطن يعمل ايه؟ يلجا لايه؟ وطبعا في ظل الظروف دي بتزداد جشع الطائفه الجشعه من وسائل النقل البديله، فالحكايه بتبقى اصعب. لو احنا في اسكندريه بيقولوا عليه المشروع هيبقى ازود، الميكروباص في القاهره هيتحكم، حكايه هتبقى صعبه وبشكل كبير. عشان كده ما اعترفنا وتاكدنا على كل المطالب انها مطالب حقيقيه وفي الصميم وما فيهاش اي حاجه زياده ولا رفاهيه، ولكن هي دايما بقول بنطلب من مين وامتى وازاي هينفذ اللي احنا بنطلبه في هذا التوقيت. اي حاجه بتيجي
كله من الاحتياطي, والاحتياطي بقى حالته صعبه وصعبة جدا. بما انكم بقى من اسكندريه, عايز استغل منى الحكايه واسالكم عن الاداء الامني. بتجيلي شكاوي كتير هناك. اسكندريه دلوقتي عامله ايه بجد بموضوعيه يعني؟ لا بصراحه انا مش شايفه في مشاكل يعني. يعني احنا بننزل في بوليس في الترافيك نوعيه الترافيك في المواصلات في المرور موجود. طول عمر اسكندريه المرور بتاعتها مشكله, بس في بوليس. انا بشوف بوليس صح, فما اقدرش اقول ان في بتاع. واحنا ممكن لو في تاخير بسيط ما بيحصلش اللي حصل وقت الثوره. فانا شايفه دلوقتي لا تو ان اكستنت في سيكيورتي كويس, في امن كويس. استاذ محمد, الامن بعيدا عن المرور وكده لسه الحكايه امان؟ بتجيلي صرخات لا ده اسكندريه. لسه الحكايه مش امان, لسه الحكايه للاسف مش أمان. لسه الحكايه مش امان. يمكن انا بنشوف الشرطه بنشوف الشرطه في الاماكن الظاهره الاماكن الكويسه, انما الاماكن اللي هي الشبه عشوائيه الامتدادات اسكندريه مش اسكندريه القديمه الامتدادات الجديده اللي هي اغلبها عشوائيه لا لسه ما فيش امان. لسه ما فيش امان. لسه ما فيش أمان. احمد, الشكاوى كتيره جدا من تجاوزات في اسكندريه, وحابب انكم لو تحطوا ده في جدولكم او جدول اخرين تحفزوهم لده, عن مخالفات رهيبه بقى في البناء. الموضوع استغل بشكل سيء جدا, موضوع هستيري بشكل, واسكندريه المعاناه فيها فوق الحد. في ناس ما بقتش شايفه النور من كتر الحاجات اللي بتحصل. اللي كاولاد اسكندريه تقدروا تعملوا لها ايه؟ في ناس عملوا يعني مبادرات برضو مختلفه. في ناس عملوا صفحه على الفيسبوك وكانوا بيصوروا المخالفات دي كلها وقت حدوثها يوم بيوم من بعد الثوره, وبيعملوا توثيق لكل حاجة بتحصل بالصورة وبالمكان, في انتظار ان يبقى فيه هيئة تبدأ تنفذ الإزالات. فكل ده فيه فايلات كاملة للكلام ده. لغاية دلوقتي احنا ما سمعناش عن اي جهة خدت مسؤولية ان هي تزيل المخالفات دي. للأسف المخالفات ما بقتش ان انت تعلي دور ودورين واربعة. احنا سمعنا عن عمارات بتطلع بالكامل من غير رخص. سمعنا عن مخالفات بتوصل 16 دور مخالف. فانت بتتكلم في رقم رهيب. طيب انا مش بكلمك على الدور اللي المفروض تقوم بيه الحكومه, وهي هتقوم بيه حتى لو اتاخر, هي مضطره للحظه المواجهه ده هيحصل. ولكن بتكلم على الدور الشعبي اللي هو ممكن كده بفكر معاك على الهواء على الطاير, ان ممكن يكون في اداء تجريسي. عارف الجرسه اللي هو الناس اللي بتخالف دي ان احنا نجرسها وبجد طول الوقت مفاهمينها ان احنا شايفين وعارفين ومش مرحبين بده. اعتقد ان نوعية الشخص اللي بيخالف ما يهموش الجرسة. يعني لازم نفرق بين شخص محترم متعلم بيمشي في اطار القانون, وشخص حياته بتنحصر في الخلاف او انه بيخالف. الشخص ده مش هيهمه انه يتجرس, ده يهمه او الطريقة الوحيدة لردعه اللي هي بقوة القانون او بالسلطة الجبرية. ففي فرق كبير. بس ما اقدرش امنع مثلا الناس, يعني ده هيمنع. انا النهارده ممكن في ناس كتيره مهما كان ما وصلتش مرحله ثقافه كامله ان هو بدل اروح اخد شقه في حاجه زي كده, اروح اجر محل في حاجه كلها مخالفه. ما نقدرش نحد من ده عشان ما يستفدش باي مكاسب حتى. احنا نقدر في طبقه معينه اللي عندها ثقافه معينه, بس خلينا نتفق على نقطه. احنا النهارده المجتمع بيجري ورا السعر الرخيص نتيجة ان مستوى المعيشة عندنا بسيط. لما هيلاقي الشقة المخالفة ارخص شوية من الشقة المرخصة هيروح يشتريها. اللي نقدر نعمله توعية, لكن الى حد ما. الى حد ما. منى, لو لخصتي لي في النهاية مبادرة تحدي عبور مصر في كلمتين تقولي ايه؟ عشان مصر. عشان مصر. احمد, بعد اللي هي قالته مش هقدر اقول احلى من كده. محمد شربين, حاول تقول بقى. ما قالتش مصر جميله. بشكرك, نعمل لها كل حاجه حلوه. يا رب. انا بشكركم على المشوار والطريق, لكن خلاص ده جزء من التدريب على المشوار الطويل. ولا حاجه اللي تقطعوه. استاذ محمد الشربيني, استاذ احمد الزغبي, استاذه منى المدني, نورتونا واسعدتونا, ودايما بنرحب باي مبادرات مهما كانت عشان بكره يكون احلى. بشكركم وربنا يوفقكم. بعد الفاصل استاذ جمال اسعد ضيف محطه مصر.